بن ديلة والعنود لحمد بن صالح بن هزاع العذبة، وهم لولا أخيرا تشارك وتحمل الرقم 38 لراشد بن سعيد بن علي الزرعي. هذه الأسماء الحاضرة في هذا الشوط، شوط يحمل حقيقة من خلال استعراضي له أسماء هجن قوية وأسماء عمالقة في التضمير وفي الملكية، أسماء تدور وتصول وتجول في هذا الشوط. هذا الشوط حقيقة من خلال الأسماء التي قرأناها على مسامعكم وتلوناها في هذا الشوط لا يقل أهمية أبدا أبدا عن الأشواط الماضية. شوط قوي، نتمنى التوفيق للمشاركين فيه. ونتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط، ومرحبا بأفعال حمد بن محمد بن حسين البريدي على مقدمة الشوط، وتفتتح إذاعة هذا الشوط. مشاهدينا الاعزاء، ننتقل الى المركز الثاني، ومن تحتل المركز الثاني عنايد لمبارك بن محمد بن احمد بن شملان الفلاحي، تتقدم تقدم ممتاز وتختطف المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث، ومن تتسلل بدورها الى ثالث المراكز وتتقدم تقدم ممتاز غزلان لمبارك بن عبد الهادي بن نايفه الهاجري، ولكن دخول وتسلل عليها من قبل سلهوده لناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، تنتقل انتقال ممتاز بشعار ناصر النعيمي للمركز الثاني. المركز الثالث ما زالت فيه غزلان لمبارك بن عبد الهادي بن نايفه الهاجري، والدور دور المركز الرابع، ومن تتسلل بدورها وتتقدم الى المركز الرابع ازعاج، تتقدم لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين مع مزعج المضمرين اللي يحاول ان يزعج في هذا الشوط ويحاول ان يختطف المركز الاول. نتمنى له التوفيق ولكم ايها الاعزاء المشاركين. المركز الخامس شعار يتقدم، اشوف في هذه اللحظات هنا مراسيل عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، تتقدم مراسيل بقيادة احد الخبراء واحد المشاهير في عالم التضمير محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. انتقلت انتقال ممتاز الى المركز الثالث. المركز الرابع هنا ايضا شعار بوزايد عنايد لمبارك بن محمد بن احمد بن شملان الفلاحي، ولكن دخول وتقدم على عنايد من قبل في هذه اللحظات اللي تتقدم غزلان لمبارك بن عبد الهادي بن محمد بن نايفه الهاجري، خذت المركز الرابع، بينما المركز الخامس عنايد لمبارك بن محمد بن شملان الفلاحي. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء مع بعض التغييرات على المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط. وأتجه مباشرة لنرى سعفة أو أفعال قادة الشوط في السباق الماضي حتى المئة متر الأخيرة، واحتلت وكانت وصيفة في ذلك الشوط. اليوم تشارك ونتمنى لها التوفيق. أفعال المركز الثاني، من تتقدم مراسيل وعامر بن محمد بن زايد المنصوري. وهذه الرسالة القادمة من ميدان الغربية من مدينة زايد، رسالة جس نبض في بداية هذا الموسم لهذا الشعار ومدى استعداده للرموز وللكؤوس وللمحافل الكبرى. هذه مراسيل تتقدم تقدم خطير إلى المركز الثاني، وإزعاج على المركز الثالث، يرافقها مزعج المضمرين بشعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. هذه إزعاج على المركز الثالث. المركز الرابع، ومن تتواجد فيه في هذه اللحظات، هذه سلهودة ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي على المركز الرابع. وننتقل إلى المركز الخامس، وتواجد غزلان لمبارك بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجري على المركز الخامس. لنختتم النداء مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، ونعود إلى مقدمة الشوط في هذا النقل الحي
والنقل المباشر لوقاع ولأحداث هذا السباق المحلي الثالث وفي شوطنا الخامس. نعود إلى المركز الأول ومن تحتله، ولكن الضغط على مراسيل 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 وأفعال تشن الغارة والغارة إلى مقدمة الشوط. مراسيل وأفعال وضغط صباحي على مقدمة الشوط، ولم ترتاح ولن ترتاح هذه المقدمة في صباح هذا اليوم. إزعاج تحتل المركز الثالث وعينها على مقدمة الشوط، وما زال مزعج المضمرين هذه الأعصاب حتى هذه اللحظات. الشعار بالشعار مبارك بمحمد بن زايد الخيارين أيضا شعار له ثقله على أرضيات الميادين. المركز الرابع تصل وتتقدم الشاهينية، أول نداء لها لمبارك بن سالم بن خجيم آل عذبة، وأيضا تلاحقها وتقترب منها شواهين شواهين لمحمد بن عبد الهادي بن حسين آل بريدي. يا سلام، واختلط الحابل بالنابل وبدأت الأسامي تقترب من بعضها البعض. الموقف حساس ويزداد حساسية مع الاقتراب من الكيلو متر الأخير، ومراسيل أخذت تجر هذا الشوط جر، أخذت تسحب مقدمة الشوط باتجاه خط النهاية، وإن فازت في السلام سيكون غربي في هذا الشوط وإلى أبناء الغربية. شواهين تتقدم، شواهين تتحرك، شواهين وأشوف اللي قادمة. يا أبو عنايد 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 قادمة وهاجمة من الخلف، تتقدم شواهين ومراسيل، وانطلقت إزعاج، وانطلق الشعار القمرة، انطلق الشعار السندبات أو شعار حمد بن محمد بن سالم بن جهوين، أراه بالعين المجردة قادم لا محالة. ولكن أعود إلى شواهين، شواهين هلم صلال يتابعون، وانطلقت إزعاج، انطلقت إزعاج، وانطلقت عنايد عنايد وإزعاج، وشواهين عنايد وإزعاج، وشواهين والعنود قادمة ترفع راية التهديد. ولكن شواهين آل بريدي والشعار شديدة، شعار شديدة ما زال على مقدمة الشوط، وأيضا وشعار العديد والعديد من الأسماء وشعار عناوين. وانطلقت مشاهدين الأعزاء العنود، وانطلقت عنايد لتعاند، عنايد وشواهين والعنود وإزعاج. الشوط لمن؟ الشوط لمن؟ شواهين تصمد، تصمد رغم الضغوط. شواهين 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 مع البريدي الفوز، مع حمد بن عبد الهادي بن حسين آل بريدي. يا سلام سلام يا مصلات، سلام سلام يا شواهين، سلام على هذا الفوز، تهانينا والناموس لمالك شواهين محمد بن عبد الهادي بن حسين البريدي. المركز الثاني، المركز الثاني العنود حمد بن محمد بن سالم بن جهويل. المركز الثالث، المركز الثالث إزعاج لمبارك محمد بن زايد الخيارين. المركز الرابع، المركز الرابع عنايد لمبارك محمد بن شملان الفلاحي. المركز الخامس ظن حمد بن سهيل الحفار. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، شواهين تصمد في هذا الشوط المكتظ بالأسماء وفي هذا الشوط القوي. هذا هو توقيت شواهين، 7:50 58 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن عبد الهادي بن حسين البريدي. المركز الثاني العنود، توقيت العنود 7:51 10 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الحمد بن محمد بن سالم بن جهويل. إزعاج احتلت المركز الثالث في توقيت زمني 7:51 74 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المبارك بن محمد بن زايد الخيرين، والتهنئة للمضمر عتيق بن حمد بن قريع.